وقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. النقطة الرابعة: الوحدة ورص الصف في مواجهة أعداء الوطن والتعامل مع مجريات هذه المناسبة، كما نتقدم للجهات الداعمة بكل الشكر والامتنان على جهودهم المخلصة من أجل إنجاح هذا الحفل، صادر عن شباب ستر سفارة الجمعة الموافق 31 من شهر يناير لسنة 2000. تبت يدا أبي لا تبت يدا أبي لا تبت يدا أبي لا الشعب يريد إسقاط النظام شيعة.